موجز الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله. تشيع المقاومة اللبنانية اليوم 5 من شهدائها في العدوان الإسرائيلي على منطقة القنيطرة السورية. وأمس شيع في العاصمة اللبنانية بيروت جثمان الشهيد جهاد عماد مغنية الذي سقط مع رفاقه في القنيطرة. وبعد الصلاة على جثمان في قاعة الحوراء بمنطقة الغبير انطلقت مسيرة تشييع شعبية ورسمية حاشدة باتجاه روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دفن جثمان الشهيد إلى جانب والده الشهيد عماد مغنية. الأمم المتحدة اعتبرت العدوان الإسرائيلي على القنيطرة خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا والكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن قوات حفظ السلام في الجولان المحتل شاهدت طائرتين بدون طيار قادمتين من جهة الكيان الإسرائيلي واجتازتا خط وقف إطلاق النار، موضحا أن القوات الدولية شاهدت دخان القصف يتصاعد من الموقع 30 في القنيطرة بعد ساعة من رؤية الطائرتين بدون طيار تحلقان فوق الموقع ذاته. أفاد مراسل العالم في اليمن أن الحكومة دعت كافة أطراف اتفاق السلم والشراكة لاجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد رب منصور هادي. وأعلن وزير الداخلية اليمني جلال الرويشان بدء سريان وقف إطلاق النار بين اللجان الشعبية وقوات الحرس الرئاسي في صنعاء. وقالت مصادر محلية أن اللجنة الرئاسية المكلفة بوقف إطلاق النار باشرت عملها بمراقبة العملية في مناطق المواجهة التي يسودها هدوء حذر. وذكر مراسلنا أن جهازي الأمن العام والقومي ومقر وزارة الدفاع في صنعاء سلموا مقراتهم للجان الشعبية دون مقاومة. أحالت النيابة العامة في البحرين الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان على المحكمة الجنائية بتهمة التآمر على النظام. وقالت جمعية الوفاق في بيان إن الشيخ سلمان نفى التهم الموجهة إليه، مؤكدة ألا مبرر قانونيا أو أخلاقيا للاعتقال والمحاكمة. وأضافت الجمعية أن خطب الشيخ سلمان التي استندت إليها النيابة هي أدلة براءة قطعية كونها ترفض عسكرة الثورة. تواصلت الاحتجاجات المنددة بالإساءة للرسول، حيث شهدت العاصمة الإيرانية اعتصاما أمام السفارة الفرنسية طالبت بطرد السفير ردا على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وانطلقت التظاهرات الغاضبة في كل من أفغانستان، حيث خرج آلاف الأشخاص رافعين شعارات مناهضة للرسومات المسيئة لصحيفة شارلي إبدو الفرنسية. كما سارت تظاهرات مماثلة في باكستان تنديدا بالإساءة للإسلام والمسلمين. وفي جمهورية الشيشان خرج مئات الآلاف إلى شوارع العاصمة غروزني منددين بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي الرحمة. وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى العاصمة الإيرانية طهران، وسيبحث شويغو مع نظير الإيراني حسين دهقان العلاقات الدفاعية الثنائية بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر في قضايا المنطقة والمسائل الدولية، وسيوقع الطرفان مذكرة تعاون دفاعية بين موسكو وطهران. نهاية الموجز، السلام عليكم. أفاد مراسل العالم في اليمن أن الحكومة دعت كافة أطراف اتفاق السلم والشراكة لاجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد رب منصور هادي. وأعلن وزير الداخلية اليمني جلال الرويشان بدء سريان وقف إطلاق النار بين اللجان الشعبية وقوات الحرس الرئاسي في صنعاء. وقالت مصادر محلية أن اللجنة الرئاسية المكلفة بوقف إطلاق النار باشرت عملها بمراقبة العملية في مناطق المواجهة التي يسودها هدوء حذر. وذكر مراسلنا أن جهازي الأمن العام والقومي ومقر وزارة الدفاع في صنعاء سلموا مقراتهم للجان الشعبية دون مقاومة. أحالت النيابة العامة في البحرين الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان على المحكمة الجنائية بتهمة التآمر على النظام. وقالت جمعية الوفاق في بيان إن الشيخ سلمان نفى التهم الموجهة إليه، مؤكدة ألا مبرر قانونيا أو أخلاقيا للاعتقال والمحاكمة.
وأضافت الجمعية أن خطب الشيخ سلمان التي استندت إليها النيابة هي أدلة براءة قطعية كونها ترفض عسكرة الثورة. تواصلت الاحتجاجات المنددة بالإساءة للرسول حيث شهدت العاصمة الإيرانية اعتصاما أمام السفارة الفرنسية طالبت موجز الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله. تشيع المقاومة اللبنانية اليوم 5 من شهدائها في العدوان الإسرائيلي على منطقة القنيطرة السورية. وأمس شيع في العاصمة اللبنانية بيروت جثمان الشهيد جهاد عماد مغنية الذي سقط مع رفاقه في القنيطرة. وبعد الصلاة على جثمان في قاعة الحوراء بمنطقة الغبير انطلقت مسيرة تشييع شعبية ورسمية حاشدة باتجاه روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دفن جثمان الشهيد إلى جانب والده الشهيد عماد مغنية. الأمم المتحدة اعتبرت العدوان الإسرائيلي على القنيطرة خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا والكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن قوات حفظ السلام في الجولان المحتل شاهدت طائرتين بدون طيار قادمتين من جهة الكيان الإسرائيلي واجتازتا خط وقف إطلاق النار، موضحا أن القوات الدولية شاهدت دخان القصف يتصاعد من الموقع 30 في القنيطرة بعد ساعة من رؤية الطائرتين بدون طيار تحلقان فوق الموقع ذاته. أفاد مراسل العالم في اليمن أن الحكومة دعت كافة أطراف اتفاق السلم والشراكة لاجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة